يا سلمى، الو، الو، ازيك؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ايه الاخبار؟ اتفضلي، صوفيا معاكي. انا حلمت ان انا في شقه بس معيش حد، وحلمت في كان الشقه كلها ضلمه، وحلمت ان في الاوضه دوشه، فانا خارجه دخلت قصدي على الاوضه، ففي زي فازه كده جاي عايزه احدفها علي زي حرامي، تمام؟ فهو كان معاه مطوة زي اتكسرت شوية، طلع مطوة تانية، وانا بجري عشان احاول احدف عليه اي حاجة، فحدفت عليه فوزة تانية، في الاخر بقى اللي هو استرابيزة، فهو ذبحني. لا لا ولا يهمك، ده الجاثوم، الجاثوم اللي هو شيطان النوم المؤذي. فهو اي حاجه فيها قلق وخوف وضلمه وحاجه مقفوله ومش عارفه وحد عايز يذبحها وحد مش عارف ايه، ده كله يندرج تحت شيطان النوم. اسمه الرابوس او اسمه الجاثوم، هو ده. بس الواحد لما بيكون قريب من ربنا بيخف عنه الرؤية دي. ولازم تنامي على وضوء وتاخدي جنبك الأيمن زي ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم معلمنا، بس هو ده اللي هيريحك ومش هتشوفي الرؤية دي تاني خالص.